السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهارده يا جماعة فيديو جديد ومعانا سكوتر جديد من شركة وهان وينجز. انتوا عارفين شركة وهان وينجز عودتنا على الحاجات القوية جدا، والمرة دي عملت لنا سكوتر قوي في الفئة اللي هي بتاعت شبه سكوتر شاومي والناين بوت اللي هو السيجواي جي 30 ماكس. النهارده معانا ومعاكم سكوتر وهان وينجز. ميزة بقى في الموديل ده في حاجات كتير حلوة قوي قوي قوي. اول حاجه ان وزن السكوتر ده خفيف، ما هوش تقيل ان انت يبقى عامل لك ازمه ولا حاجه في شيله وحطه والكلام ده كله. لا، احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 17 كيلو، ودي وزن كويس على الاوبشن اللي موجود فيه، لان الحاجات اللي موجوده فيه بصراحه مش موجوده كتير في موديلات كتير جدا اللي هي سكوتر شاومي، سكوتر سيجواي، الحاجات اللي شبه كده احنا مفتقدين فيها حاجات كتير، من اهمها فكره المساعدين. انت عندك هنا مساعد امامي ومساعد خلفي، ودول مهمين جدا جدا في الموديلات دي. برضو من الحاجات المهمه انا بحب اهتم بالكاوتش. ليه؟ لان الكاوتش النهارده دول لما بحجمه بيبقى اكبر، ده بيريحك في الطريق، ودي حاجه بصراحه مريحه. انا بستخدم السكوتر ده عشان تبقى وسيله مواصلات بالنسبه لي مريحه، مش وسيله مواصلات تدايمني. لا، احنا بنتكلم النهارده في حجم كاوتش 10 انش، وحجم الكاوتش نفسه عريض، ودي حاجه محترمه قوي. ايه بقى النقطه المهمه كمان اللي هتكلم فيها برضه النهارده؟ الموتور بتاع السكوتر ده موجود في العجله الخلفيه، ودي من اقوى الحاجات اللي موجوده فعلا في الموديل ده. لان يا جماعه اللي ما جربش الدفع الخلفي في السكوتر اكيد فايته كتير جدا جدا جدا، بيديك راحه وبيديك افضليه وبيديك مرونه قوية جدا في الطريق. كمان حاجة هتكلم عليها حلوة قوي برضو في الموديل ده، هنتكلم في شاشة كبيرة، والشاشة دي بتبين لك طبعا كل التفاصيل بتاعت السكوتر. الحلو بقى في الموديل ده ان التقفيل بتاعه محترم. احنا عندنا النهاردة قصاد جادون، الجادون ده عامل زي بتاع العجلة بالظبط، بس ده بيديك احساس شوية ان انت راكب حاجة بروفيشنال وحاجة قوية في الاداء. انت عندك هنا الجرد بتاع السكوتر سهل خالص، عندنا هنا الفرامل في العجله الاماميه، ودي برده حاجه كويسه قوي. الفرامل برده في الموتور الخلفي، انت عندك فرامل كهرباء اي بي اس، عندنا كمان بلوتوث تقدر تبيره عن طريق برنامج بينزل مخصوص عشان خاطر الموديل ده. لو انت حبيت النهارده تتحكم في السكوتر من خلال الابلكيشن ده. السرعه بقى بتاعته بتوصل لقد ايه؟ احنا بنتكلم في 40 كيلومتر في الساعه. البطاريه هنا 10 امبير، بطاريه كبيره، ممكن تمشيك في رينج برضو حوالي 30 او 35 كيلو، ودي حاجه كويسه قوي مع موتور زي كده اللي هو بيوصل ل 600 واط. دي كانت كل التفاصيل النهارده عن الموديل ده، هستناكم تشاركونا في معرضنا 7 شارع مصر النزهه الجديده ورا سوبر ماركت خير زمان. حابين بقى تعرفوا تفاصيل اكتر، كلمونا على 010 2635 263، رقم مرة تانية 010 2635 263. استناكم تزورونا. سلام.